رجعنا فانا فانتسي 12. الآن وصلنا لل قرية فيليج. قبل أن ندخل القرية شرينا الخرائط طبعا. الآن خريطة للقرية، لكن احنا نبي نبايع تفاح عشان ناخذ منه شغلة معينة. اللي هي عندي كراف على اساس لما نلعب مع الدر بعدها مرحلة مرحلتين مع الدر ويريم. راح طبعا اخذنا امس احنا ما اخذنا شيء. الاسلحه شوي نعطيه الفان ضعيف، ما حد عنده ضعيف، ما حد عنده الدرع. الدرع نعطيه حق فران وفان. نعطيه حق فران راح ينزل قوتها وراح السرعة، لكن مو لكن هي اللي يزيد أكثر شيء. إحنا ما نبي شيلد أرمر. راح تزيد المطبخ الليل. الوحيد اللي ما راح يزيد عندك في الغابة اللي قبل شوي جليمور فورست، مكان جيد حق الليفل اب. اغراض البازار ناخذ اغراض البازار. اوكي 5 فيليكس داون 5 بريسيس كيس. اوكي ماشي، نريد
واحد ريدكاب واحد برينك. اوكي كويب طبعا عندك هني كويب طبعا جولدن ارمر. اوكي جولدن ارمر اوكي يعني شوي صارت، لكن اذا اخذنا اويل بس اتاكد اذا اخذنا اويل او لا. هي هم خاف بيصير الاويل بعدين يعني راح نحتاج. بسم الله الان ندخل الفيلج اللي هي قرية ذران الأصلية. قرية صغيرة قرية أو إريوت فيلج. طبعا اللي في صناديق اخذ معاه طبعا هذا الخريطة اخذنا طبعا العلامة الخضراء عرفنا احنا الحراس ما راح يقولون لك شيء طبعا لان فران مو معاه. تكلم مع البنات اللي هنا نتكلم مع البنات اللي هنا. قالت لك انت غير مرحب فيك ف ايش نسوي؟ غير مرحب فيك ايش نسوي؟ اي واحده تكلم تكلم معاها. 1 مع 3 مع 3 هذا حاول تتكلم مع البنات الموجودات هنا. أطول عليكم مجرم. نسأل عن مجرم ليش قاعد تسأل عنها؟ شنو تبي؟ البنات اللي هي نسألها كلهم الطريق هني، فنرجع للطريق الثاني. الإشارة اللي هني هي العلامة على أساس نتبعها. نصعد فوق. أي شخص يكلمني؟ أوكي. هذا المنطقة الثالثة.
Hey, Mjern lives here, doesn't she? We're here to see her. طبعا قاعد يكلم طبعا يكلمهم يسأل أسأل عن مجرم لكن ما حلو فقط هي عندي في قضية It is not allowed for humans to walk on these grounds. We'll go as soon as we've seen Mjern. If you can find her. We're not leaving until you let us see her. Fine then. We'll look for her ourselves. Ah. I've heard the voice of the wood. She says Mjern is not in the village. Jote, where has she gone? Why do you ask? The wood tells us where she has gone. Or can you not hear her? You cannot. Your ears are dull from hearing their harsh speech, I think. Viera, who have abandoned the wood, are Viera no longer. Mjern, too, has left her embrace. And you forsake them in turn? It is the will of the village. Viera must live always with the wood. So is the green word, and so is our law. We'll let you worry about keeping your laws. Just do us a favor and stay out of our way. We'll find her ourselves. Our sister has left the wood and gone west. She wanders warrens among men who hide themselves in clothes of cold iron. Thus to me has the wood spoken. The Viera may begin as part of the wood, but the wood is not the only end we may choose. The same words I heard 50 years ago.
نطلع طبعا الان من قريه الفن هذه نرجع للخارج. Not bad, Vaughn. Didn't think we'd get any information out of that one. So then, what was she saying about men in a warren? The Henna Magisite mines. Maybe that's what she meant. They lie in Bangor, south of the Osmoan Plain. The entire region is a colony of the Arcadian Empire. There would be soldiers. Is that a problem? Let's move. Fran. Yes? I was wondering what Yote said, you know? About how you said the same thing 50 years ago? Your point? How old were you again? Nice fun. فران وقف المجموعة كلها عشان يحصل فران كم عمرها؟ زعلوا عليه المجموعة قالوا له طبعا اكبر. الهيني ماينز هذه وجهتنا اللي راح نروح لها ان شاء الله. راح نطلع من الجليمور جنجل، راح نسلك المسارات الرئيسيه ان شاء الله. طبعا ليش نبي البنت ميجرين؟ لانها هي راح تفك الحواجز الثلاثه اللي قدامنا، راح تخلينا نكمل هذا الحاجز هذا والبنت هذه اللي راح تجي. فلازم نرجع لأوزمان بلين من هناك ندخل. Thank you.
تسأل أوزمين بليم. في جنود جرحى الآن. الكلمة أبي بوتون، نعطيه بوتون أساس أنه يكون موضوع مصلحتنا. الكلمة الثانية